بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نتكلم بقى على الفارنكس. الفارنكس ده شبه الأمعة، شبه الأمعة زي ما احنا شايفين كده، طوله 5 inches والانش 2.5 سنتي، طوله 5 inches، بيبدأ من البيز اوف ذا سكال لحد ما يوصل للفقرة الستة العنقية اللي هي C6، يعني من عند البيز اوف ذا سكال فوق لحد C6. يبقى تاني، هو شبه الأمعة funnel shape، طوله 5 inches، عبارة عن 3 أجزاء extending من ال base of the skull لحد C6. 3 أجزاء بتوع الفارنكس: الجزء اللي ورا النوز اسمه نيزو فارنكس، الجزء اللي ورا الماوث أو الأورال كافيتي اسمه أورو فارنكس، الجزء اللي ورا اللارنكس اسمه لارينجو فارنكس. طيب ايه اللي مخلى الجزء ده مفتوح على النوز والاورال كافيتي واللارينكس؟ ان انا عندي القمع ده مفتوح من قدام، يعني هو قمع متبطن من الجنب ومن ورا ويجي من قدام مفتوح، فبقت الجزء اللي قدام بتاع النوز مفتوح على الفانكس من ورا، فده اسمه نيزو فانكس. الجزء اللي ورا الاورال كافيتي اسمه اورو فانكس، الجزء اللي ورا اللارينكس اسمه لارينجو فانكس. اللايرز بقى، لو انا خدت ترانسفيرس سكشن في الفانكس ده بالشكل ده، هلاقي ايه اللايرز بتاعت الفارنكس من جوه لبره؟ اول حاجه اللاير بتاعت الميكوزا الحمراء اللي بشوفها، واللي تحتيها سب ميكوزا، وبعد كده عندي لاير اسمها فارينجو بازلر فاشيا، فارينجو بازلر فاشيا، وبعد كده لاير عضلات ماسكولار لاير، وبعد كده من بره خالص عندي باكو فارينجيال فاشيا. يبقى من جوه لبره ميكوزا، سب ميكوزا، في فارينجيو بازلر فاشيا، ماسكولار لاير، واخر لاير خالص الباكو فارينجيال فاشيا. دي لو خدت ترانسفيرس سكشن وشفت اللايرز بتاعت الفانكس من جوه لبره. اجزاء الفانكس، احنا اتفقنا ان جزء الفانكس اللي ورا النوز اللي هو ده اسمه نيزو فانكس، واللي جزء اللي ورا الاورال كافيتي ده اسمه اورو فانكس، واللي جزء اللي ورا اللارينكس هسميه لارينجيو فانكس. فبقى 3 اجزاء: نيزو فانكس، اوروفارينكس، لارينجو فارينكس، وبعد كده يبدا الاسوفجس بقى. يبقى ده كله على بعضه فارينكس. اللي ورا النوز سميته نيزو فارينكس، اللي ورا الاورال كافيتي سميته اوروفارينكس، اللي ورا اللارينكس سميته لارينجو فارينكس، وبعد كده كملت اسوفجس. نبدا في النيزو فارينكس. نيزو فارينكس ده الوايدست بارت، اوسع حته في الفارينكس. تفتكر ليه؟ لان دي اللي ورا النيزل كافيتي. ورا النيزل كافيتي يعني انا محتاجه هواء، محتاجه بريذنج. يبقى wide, the widest part of the pharynx is the nasopharynx، اللي هو ورا النوز. انا محتاجه ليه وايد؟ ده الباثوي اوف بريذنج، فالمفروض الهواء بيخش من هنا فمحتاجه واسع. ده عنده respiratory function. it extends from the base of the skull اللي هي بدايه الفارينكس لحد السوفت باليت. ده الاكستنشن بتاع النيزوفارينكس، من عند البيز اوف ذا سكال من فوق لحد السوفت باليت، او الحته الحمراء دي اللي هي من عند البيز اوف ذا سكال لحد السوفت باليت. يبقى اتفقنا ان ده اول جزء من الفارينكس، ده ذا وايدست بارت اوف ذا فارينكس، ده اكستند فروم ذا بيز اوف ذا سكال لحد السوفت باليت. اللايرز بقى، لو انا خدت ترانسفيرس سكشن في الفارينكس ده بالشكل ده، هلاقي ايه اللايرز بتاعت الفارينكس من جوه لبره؟ اول حاجه اللاير بتاعت الميكوزا الحمراء اللي بشوفها، واللي تحتيها سب ميكوزا، وبعد كده عندي لير اسمها فارينجو بازلر فاشيا، فارينجو بازلر فاشيا، وبعد كده لير عضلات ماسكولر لير، وبعد كده من بره خالص عندي باكو فارينجيال فاشيا. يبقى من جوه لبره ميكوزا، سب ميكوزا، في فارينجو بازلر فاشيا، ماسكولر لير، واخر لير خالص الباكو فارينجيال فاشيا. دي لو خدت ترانسفيرس سكشن وشفت اللايرز بتاعت الفارينكس من جوه لبره.
طيب الروف بتاع النيزو فارنكس ده معمول بالبيز اوف ذا سكال، بالبيز اوف ذا سكال. طب البوستير وول معمول بالاطلس فيرتبرا، يبقى فوق البيز اوف ذا سكال، ورا الاطلس فيرتبرا، قدام النيزال كافيتي، وتحت السوفت باليت. يبقى قدامه نيزال كافيتي، وراه اطلس، فوقيه بيز اوف ذا سكال، تحتيه سوفت باليت. تاني، فوقيه بيز اوف ذا سكال، قدامه نيزال كافيتي، وراه اطلس، تحتيه سوفت باليت. طب اللاترال وول اللي انا شايفاها بتاعت النيزو فانكس دي بتشو some features مهمه جدا. اللاترال وول اللي انا شايفاها دي بتاعت النيزو فانكس shows some features مهمه جدا. ما تيجوا نشوف ايه الفيتشرز اللي هيشوفها. هنشوفها ادي النيزال كافيتي، وادي النيزو فانكس. النيزو فانكس اول حاجه عند الجنكشن ما بين الروف، ادي الروف اللي هو عند البيز اوف ذا سكال والبوستير وول، هلاقي الفارينجيال تونسل دي. الفارينجيال تونسل دي بقى اول حاجه عند الجنكشن ما بين الروف والبوستيرير وول، هلاقي دي اللي هي الفارينجيال تونسل، والاقي الاوبننج بتاع اليوستيكين تيوب. ما احنا اتفقنا ان هي كوميونيكيتس وذ ذا ميدل اير عن طريق الاوديتوري او اليوستيكين تيوب، يبقى اول حاجه هلاقيها فارينجيال تونسل، تاني حاجه الاوبننج بتاعت الاوديتوري تيوب. طب الاوبننج بتاعت الاوديتوري تيوب بلاقيها فين؟ 1 سنتي بيهايند ذا اند اوف انفير كونك. ادي السوبير كونكا، ميدل كونكا، انفير كونكا، 1 سنتي ورا الانفير كونكا بلاقي الاوبننج بتاعت الاوديتوري تيوب. تاني بلاقي عند الجنكشن ما بين الروف والبوستير وول فارينجيال تونسل، بلاقي فتحه الاوديتوري تيوب 1 سنتي ورا الانفيرير كونكا. طيب المفروض ادي الجنكشن ما بين الروف والبوستير وول، بلاقي الفارنجيال تونس. اما بتكبر بتعمل اللحميه، لو كبرت تعمل اللحميه، فتعمل ايه؟ اوبستراكشن في النيزل بريدنج، ما اقدرش اخد نفسي، وتعمل تشهير والواحد ناي اللي هو دي الادينويد تيشو. ما تكبر تسدلي النيزل بريدنج بالشكل ده، الواحد يتنفس من بقه عشان الحته دي مقفوله، وتعمل ادينويد لو مع الوقت بتتشال لو عامله مشاكل. بلاقي ايه كمان؟ ادي فتحه الاوديتوري تيوب، فوق فتحه الاوديتوري تيوب في حاجه اسمها تيوبال اليفيشن، في حاجه اسمها تيوبال اليفيشن. يبقى تيوبال اليفيشن ده بروميننس، يعني بروز فوق الاوديتوري تيوب، فوق ورا الاوديتوري تيوب. ليه؟ معمول بدخله الاوديتوري تيوب اهي، فوق ورا تيوبال اليفيشن. طيب ايه كمان غير فتحه الاوديتوري تيوب فيها تيوبال اليفيشن؟ انزل مع تيوبال اليفيشن الاقي فولد تاني، الفولد ده اسمه سالبينجو، سالبينجو فارينجيال فولد. سالبينجو يعني تيوب، فدي جايه من الاوديتوري تيوب، فارينجيال يعني راحه للفاركس. معمول بعضله اسمها سالبينجو فارينجياس مصر، سالبينجو فارينجياس مصر. وكالعاده اتفقت ان اي فولد معمول باي حاجه فوقيها ميوكوزا. السابلينجوال فولد زي ما احنا كنا فاكرين معمول بالسابلينجوال جلاند، حطيت فيه طبق فوقيه طبقه ميكوزا بقى فولد. العضله اللي اسمها سالبينجو فارينجياس ماسل جيت غطيتها بطبقه ميكوزا بقت اسمها سالبينجو فارينجيال فولد. طيب يبقى انا شفت ايه في اللاترال وول؟ شفت فارينجيال تونسل عند الجنكشن ما بين الروف والبوستير وول، شفت فتحه الاوديتوري تيوب 1 سنتي ورا الانفير كونكا، شفت تيوبال اليفيشن معمول بالاوديتوري تيوب، شفت سالبينجو فارينجيال فولد معمول بالسالبينجو فارينجياس ماسل عليها فولد اوف ميكوز. شفت ايه تاني في اللاترال وول؟ تاني معلش، ادي السالبينجو فارينجيال فولد معمول بالسالبينجو فارينجياس ماسل. ارتفاع السالبينجو فارينجيال فولد عن بقيه اللاترال وول عمل لي ريسس وراه، شايفين الريسس الديبريشن الحفره اللي ورا الفولد ده، سميتها فارينجيال ريسس، سميتها فارينجيال ريسس. طيب الجزء بقى اللي ورا الاورال كافيتي اللي هو ده سميته اورو فاركس، سميته اورو فاركس. ده من عند السوفت باليت لحد الايبيجلوتس، يبقى الاكستنشن بتاعه من عند السوفت باليت لحد الايبيجلوتس. النيزو فاركس كان من البيز اوف ذا سكال لحد السوفت باليت، الاورو فاركس من السوفت باليت لحد الايبيجلوتس. انتيريورلي تانج الفارينجيال بارت طبعا، posteriorly سي 2 و 3، laterally بلاقي البالاتاين تونسل اللي هي اللوز، يبقى هو الاكستنشن بتاعه من عند السوفت باليت لحد الابيجلوتس، قدامه تانج، وراه سي 2 و 3، lateral wall showing the palatine tonsil اللي هي اللوز. الكوميونيكيشنز بتاعت الاورو فانكس، فوق
communicating with the nasopharynx. أهو communicating with the nasopharynx. قدام communicating with the oral cavity. تحت communicating with the laryngopharynx. يبقى فوق nasopharynx, تحت laryngopharynx, قدام communicating with the oral cavity. تعالوا نتكلم على البالاتاين تونسل. ايه البالاتاين تونسل دي؟ اللي هي اللوز. دي ماس اوف لينفويد تيشو, جزء من لينفويد تيشو, اسمها تونسل. موجوده فين؟ في التونسيلر فوصة. طب التونسيلر فوصة دي موجوده فين؟ في اللاترال وول بتاعه الاوروفارينكس. يبقى ديفينيشن, ات از ا ماس اوف لينفويد تيشو, السايد بتاعها في التونسيلر فوصة. طب التونسيلر فوصة دي بلاقيها فين؟ بلاقيها في اللاترال وول بتاع الاوروفارينكس. اللاترال سيرفيس بتاعتها اهي, ادي اللوز اهي, المفروض موجودة في التونسيلر فوصة بتاعتها في الأوروفاركس. والمفروض اللاترال وول معمولة بكبسول. اللاترال وول اهو كفرد بكبسول. طب الميديال وول فيها كريبتس. لو فتحت بقك في المراية وبصيت على التونسلز هتلاقي حاجات منقرة. المنقرة دي بسميها تونسيلر كريبتس, عددها تقريبا من 12 ل 15 كريبت. يبقى اللاترال وول معمولة بكبسول, الميديال وول معمولة ب 12 ل 15 تونسيلر كريبتس. طب ما تيجوا نشوف الريليشنز بتاعت البالاتاين تونسلز دي. المفروض ان انا فوقيها سوفت بالات, تحتيها تانج. فوقيها اهو سوفت بالات, تحتيها تانج, قدامها بالاتو جلوس الفولد, وراها بالاتو فارينجيال فولد. تعالوا نفتكر الفولد ده عباره عن ايه. فولد عباره عن حاجه عامله الفولد, حاجه عامله الارتفاع ومغطيه بميوكوزا. طب ايه اللي عمل لي البالاتو جلوس الفولد ده؟ البالاتو جلوس ماسل سبلايد بال قصدي كفرد بفولد اوف ميكوزا, فسميتها بالاتو جلوسال فولد. طيب ايه البالاتو فارينجيال فولد ده؟ بالاتو فارينجياس مصل حواليها بالاتو فارينجيال فولد, فبقت اسمها بالاتو, حواليها ميكوزا فبقت اسمها بالاتو فارينجيال فولد. فبقت اهي دي التونسل, فوقيها سوفت بالات, تحتيها تانج, قدامها بالاتو جلوسس, وراها بالاتو فارينجيس. البالاتو جلوسس بقت كفرد بميوكوزا فبقت اسمها فولد, اسمها بالاتو جلوسال فولد. والبالاتو فارينجيس كفرد بميوكوزا بقى اسمها بالاتو فارينجيال فولد. طيب الروف بتاع النيزوفارينكس ده معمول بالبيز اوف ذا سكال, بالبيز اوف ذا سكال. طب البوستير وول معمول بالاطلس فيرتبرا, يبقى فوق البيز اوف ذا سكال, ورا الاطلس فيرتبرا, قدام النيزل كافيتي, وتحت السوفت بالت. يبقى قدامه نيزل كافيتي, وراه اطلس, فوقيه بيز اوف ذا سكال, تحتيه سوفت بالت. تي فوقيه بيز اوف ذا سكال, قدامه نيزل كافيتي, وراه اطلس, تحتيه سوفت بالت. طب اللاترال وول اللي انا شايفاها بتاعت النيزوفارينكس دي بتشو some features مهمة جدا. اللاترال وول اللي انا شايفاها دي بتاعت النيزوفارينكس shows some features مهمة جدا. ما تيجوا نشوف ايه الفيتشرز اللي هنشوفها. اللي هو دي الادينويد تيشو ما تكبر تسدلي النيزل بريذنج بالشكل ده, الواحد يتنفس من بقه عشان الحته دي مقفوله, وتعمل ادينويد لو مع الوقت بتتشال لو عامله مشاكل. نيجي بقى للارتيريال سبلاي بتاع البالاتاين تونسلز. اول حاجه الاقي التونسلر, ادي فين الفيشال ارتري اهو, ادي التونسيلر برانش, وده اهم برانش سبلاينج البالاتاين تونسلز. يبقى اول حاجه التونسيلر ارتري, ده برانش من الفيشال ارتري, وده واحد اهم برانش. وبعد كده زي ما بيقولوا كل واحد هيجي يجامل بقى. يعني ايه؟ يعني انا عندي فوق البالاتاين تونسل سوفت بالات. طب ايه اللي بيغذي السوفت بالات؟ الليسر بالاتاين والاسندنج بالاتاين. هيروحوا الليسر بالاتاين والاسندنج بالاتاين هيدوله. طيب ايه اللي من تحت البالاتاين تونسل؟ التانج. طب ايه اللي بيسبلاي الحته اللي ورا في التانج؟ الدورسال لينجوال. فالدورسال لينجوال هيديله ايه وراه؟ الفارنكس. فالاسندنج فارينجيال. يبقى احنا اتفقنا ان احنا ماشيين هنا في الارتيريال سبلاي بتاع الفارنكس في بتاع البالات مجاملات. هو اهم واحد التونسيلر بتاعه, التونسيلر, والتونسيلر ده برانش من الفيشال ارتري. وكل واحد بقى جاي يجامل. السوفت بالات فوقيه سبلايد بالليسر بالاتاين والاسندنج بالاتاين هيدوله.
من تحت التانج الدورسال لينجوال هيديله، من وراه فانكس اسندنج فارينجيال هيديله كده. مشينا بنظرية المجاملات. طيب اهم حاجه مهمه قوي، ما ينفعش ما تعرفش ان البالاتاين تونسل ايه الليمف درينج بتاعها، لان البالاتاين تونسل الجاجلو دايجاستريك ليمف نود از فيري كاركترستيك. الجاجلو دايجاستريك ليمف نود از فيري كاركترستيك، يبقى الليمف درينج بتاع البالاتاين تونسل مينلي في الجاجلو دايجاستريك ليمف نود. جاجلو دايجاستريك ليمف نود، تاني نحفظها مع بعض، الجاجلو دايجاستريك ليمف نود. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نتكلم بقى على الفارنكس. الفارنكس ده شبه الأمعة، شبه الأمعة زي ما احنا شايفين كده، طوله 5 inches والانش 2.5 سنتي، طوله 5 inches، بيبدأ من البيز اوف ذا سكال لحد ما يوصل للفقرة الستة العنقية اللي هي C6، يعني من عند البيز اوف ذا سكال فوق لحد C6. يبقى تاني دي اللارينجو فارنكس، ده اللي هو من عند بقى الابيجلوتس لحد C6، وده الجزء الفارنكس اللي ورا اللارنكس وكوميونيكيتنج فوق مع الاورو فارنكس. يبقى من عند الابيجلوتس اهو لحد C6، كوميونيكيتنج فوق مع الاورو فارنكس، قدام مع اللارنكس، ونكمل تحت مع دي الاسافنكس. الارتريز اوف ذا فارنكس طبعا الاسندنج فارنجيال والفارنجيال اوف ماكسيلاري ارتري والاسندنج بالاتاين. كل ما هو فارنجيال طبعا الاسندنج فارنجيال، الفارنجيال بتاع الماكسيلاري ارتري والاسندنج بالاتاين ارتري كلهم بي بي بي، فاري اسندنج فارنجيال، فارنجيال اوف ماكسيلاري، اسندنج بالاتاين. المسلز بتاعت الفانكس يا ولاد انا عايزاك تعرف بس اسمهم والنيرف سبلاي بتاعهم. انا عندي 3 كونستريكتورز، سوبير كونستريكتور وميدل كونستريكتور وانفير كونستريكتور، مش محتاجه ايه اوريجين وانسرشن. سوبير كونستريكتور، ميدل كونستريكتور، انفير كونستريكتور، سوبيريور ميدل انفير كونستريكتور. طب الثلاثه التانيين اللي هم اسمهم ايه بقى؟ اسمهم ستايلو فارينجياس بالطول بقى، بلاتو فارينجياس، سالبانجو فارينجياس. يبقى ستايلو فارينجياس، بلاتو فارينجياس، سالبانجو فارينجس، دول الثلاث عضلات بالطول. يبقى ثلاثه بالعرض اللي هي سوبيرو ميدل وانفير كونستريكتور، وثلاثه بالطول اللي هو الستايلو فارينجيس وبالاتو فارينجيس وسالبينجو فارينجيس. كل عضلات الفارينكس بي سبلايد بفارينجيال بلكسس اكسبت الستايلو فارينجيس سبلايد بالجلوسو فارينجيال. كل عضلات الفارينكس بي سبلايد ببي فارينجيال بلكسس اكسبت ذا ستايلو فارينجيس سبلايد بالجلوسو فارينجيال. سنسوري النيزوفارينك سبلايد بالفارينجيال برانش بتاع السفينو بالاتاين جانجلي، السفينو بالاتاين جانجلي اللي ليها فارينجيال برانش ده سبلاي النيزوفارينك. الاوروفارينك سبلاي بجلوسو فارينجيال اللي هو رقم 9. لارينجوفارينك ده انا دخلت في الفيجاس بقى انترنال لارينجيال. يبقى النيزوفارينك الفارينجيال بتاع السفينو بالاتاين جانجلي، الاوروفارينك الفارينجيال بتاع جلوسو فارينجيال، واللارينجوفارينكس بتاع الانترنال لارينجيال نيرف. والاكشن بتاع العضلات دي كونستريكشن اوف فارينكس وبتساعد في السوالو.